الآن أمامنا الفينجر بورد الخاص بالجيتار، الأوتار اللي مثل ما تعلمنا الوتر الأول الرفيع مي سي صول ري لا مي. إذا ناخذ بالتسلسل بعد المي يجي الفا، بعد الفا صول، بعد الصول لا، بعد اللا سي دو ري مي، يعني مي فا صول لا سي دو ري مي. الوتر الخامس لا سي دو ري مي فا صول لا يستمر. الوتر الرابع ري ري مي فا صول لا سي دو ري. الوتر الثالث صول صول لا سي دو ري مي فا صول. الوتر الثاني سي سي دو ري مي فا صول لا سي. الوتر الأول الرفيع قلنا مي فا صول لا سي دو ري مي. الوتر الأول والأخير نفس الشيء، راح نعزف من هنا راح نقول دو ري مي فا صول لا سي دو ري مي فا صول. حركة الأصابع راح تكون بهذه المنطقة على هذه الفريتات الثلاثة الأوتار الخمسة. هنا راح نعزف، احنا نجيب الجيتار وقعد امام الكمبيوتر، هذه الاماكن اوجدها على الجيتار تشتغل على الفريتات الثلاثة هذني، ما نعبر غير مخانات. الوتر الاول الوتر الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. هنا الوتر فري هذا اللي هنا أنا يعني نعزفه حر ما مضغوط اي اصبع. هنا امامنا ثلاث مقطوعات واحد اثنين ثلاثة. النوطة الأولى مكتوبة بفترة زمنية أربع ضربات في كل بار، النوطة الثانية بضربتين بأربع ضربات لكن العلامة الموسيقية أو الرمز الموسيقي يختلف. هناك الراوند أو المستديرة، هنا البلانش أيضا أربع ضربات بالبار، وهنا أيضا أربع ضربات بالبار في المقطوعة الثالثة لكن القيمة الموسيقية لكل نوطة ربع او ضربة واحدة. كل النوتات الثلاثة نشوفها تبدأ بمفتاح صول، شرط اساسي بداية كل خط موسيقي يوضع مفتاح الصول. بعده موجود حرف السي اللي يدل على انه هذه النوتة اربعة على اربعة. اذا شفنا السي اذا النوتة الموسيقية هذه اربعة على اربعة، يعني في كل بار موجود اربع ضربات، اما مستديرة او اثنين بلانش او اربعة نوار. هسه جيب الجيتار اقعد قدام الكمبيوتر وراح نعزفها سوا على كيفنا. راح نعزف اول واحد نحسب بكل بار نعزف الدو للاربعة، واحد اثنين ثلاث اربعة، واحد اثنين ثلاث اربعة، ونستمر للاخير نصعد وننزل للاسفل. بعدين نعزف هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونستمر للأخير. المقطوعة الثالثة راح نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونستمر للأخير. راح نعزف المقطوعة الأولى رقم واحد، إذا راح نعزف ونحسب للأربعة لأنه قيمتها قلنا هذه الإشارة أو هذا الرمز الموسيقي أربع ضربات. راح نحسب فقط أثناء العزف على الدو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، you
هذا عزفناه من الدو لحد لغاية صول، عزفناه من الدو لغاية صول، كل ضربة كانت بمقدار 4 ضربات حسبنا، دو 2 3 4، ري 2 3 4. النقطة الثانية أو المقطوعة الثانية راح نحسب البار الأول هشك، راح يكون 1 2 3 4، الدو 1 2، الري 3 4، المي 1 2، الفا 3 4، أيضا راح نحسبها بيننا وبين نفسنا. هذه المقطوعة الثانية. المقطوعة الثالثة راح نحسبها أيضا 1 2 3 4، كل نقطة ضربة راح تكون بالشكل التالي. عزفنا السلم الموسيقي لثلاث مقطوعات، كل مقطوعة كانت بسرعات مختلفة. هسه اعتقد هنا صار واضح شنو هذا الرمز. شفنا النقطة الثالثة كانت اسرع، ليش؟ لان كل رمز موسيقي كانت ضربة. الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. نأمل ان نلتقيكم في درس اخر، ونأمل ان نكون قد وفقنا باسلوب التعليم، واذكركم ان اشتركوا بقناتنا قناة عازف الجيتار، وهناك مثل ما قلنا لكم عندنا جروب على الفيسبوك أيضا باسم عازف الجيتار، ندعوكم للاشتراك في هذا الجروب. في هذا الجروب الأعضاء البي كلهم أو أكثرهم هم موسيقيين ومطربين من أصدقائنا القدماء والجدد، نقدم لكم أعمالهم حتى تقدرون تتابعوهم، ومن كل فرقة من كل مطرب من كل موسيقي تقدرون تتعلمون شيء جديد أيضا. كان معكم هايك دانيال، باي باي.